والله يا أستاذ، أنا نرى أننا ننشغل بالأحياء دون الأموات خير لنا، هذا أولا. ثانيا، أنا قلت لأخونا الدكتور ربيع، سيد قطب رجل ليس بعالم، وهو من كتاب المصريين الذين لم ينشأوا على العلم والعلم الصحيح، ولكن كان عنده فيما يبدو قلم سيال، وربما ينضاف إلى ذلك أنه كان عنده ككثير من الشباب اليوم عنده عواطف إسلامية جامحة، لكنهم كما قيل أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فكتبه كما بين الدكتور جزاه الله خيرا مشحونة بالأخطاء العلمية، منها العقدية ومنها الفقهية.